هذا الشريط الوثائقي ينطلق من مقاربة لمواقع ثلاث شهدت أحداث هامة منذ ثورة 2011. الموقع الأول هو جمنة اللي تربط اسمها بتجربة أثارت الكثير من الحبر بعد أن استرجع الأهالي قبيل يومين من هروب بن علي واحد ينشر ستيل، وبدأت منذ ذلك الحين مسيرة نضالية طويلة. دار الأخدور ما فماش سعر افتتاحي، قداش نلف نخرة؟ مليار ومية. احداش نلف نخلة. مليار و200. مليار و3. احداش نلف نخلة. مليار و350. سمامة، وتحديدا المركز الثقافي للحرف والفنون اللي اقام عدنان الهلالي فوق هضبة مقابلة لسلسلة الجبال التي تأوي بؤر الإرهاب في القصرين، اقتناعا منه بمصيرية المعركة الثقافية وإعادة امتلاك الجبل. ولعل في شعاره حاجتنا إلى القصبة أكثر من حاجتنا إلى القصبة ما يغني عن كل تعليق. يا جبال سمامة ونهبي لك عاي يا 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 كفانا وفيديا يوم يدايا حرقك بالنار يا يا رعانا عيني حيا وردوا عليا الهويدية أو معركة العطش في جبال خمير الممطر. إن كان للنضال من أجل الحفاظ على البيئة والحق في الحياة من معنى، فحكاية عين ذكار بمنطقة الهويدية قد تكون التجسيد الأفضل لهذه المعركة التي تجمع بين قضية الماء وهدم الجبل والاعتداء على البيئة ومحاولة اقتلاع الأهالي من أراضيهم. جات الثورة المجيدة، شباب جمنة طبعا في القطر بشكل عام الناس ردت الفعل ضد الدولة ضد السلطة، هي مراكز الأمن مراكز الشعب هذوما اللي وقع حرقهم وما إلى ذلك، لجان التنسيق، وإحنا في جمنة عندنا مركز حرس تحرق وعندنا الضيعة هذه اللي تمثل ظلم صارخ. معنا جو شباب جمنة استرد بالضيعة ديجا سيتي لو 12 جانفي قبل ما يهرب زين العابدين بن علي بنهرين واستردوا الضيعة. الناس اللي تحقت بالحراك 12 جانفي، اني 12 جانفي كنت ضد الحراك على اساس ان 12 جانفي قلنا زوج شهداء في دوز وقلت دم الشهداء مازال مشاحس ما نمشيش نعارك على النخل. راني لم التحق بالحراك الا في 26 فيف. وقتاش التحقت بالحراك؟ النهار اللي قررت الدوله باش تبعث لنا كارغيزون غادي للمعمر بلاندي وشار وجنود وقرايديه وترسنو. وقتها واحد من المواطنين مد لي يعني البورتابل وقال لي هاك تكلم من الوزاره. انا ما كنت خالي البال وما كنتش باش نتكلم. علاش اختارني؟ اختارني يمكن على اساس انه يعرفني الساعه بين ظفرين مناضل النقابي مناضل حقوقي وخاصه مربي. هذاك علاش عطاني البورتابل وقال لي تكلم. وقت اللي عملنا الاعتصام الستين مقابل الضيعه 96 يوم قلت لك دون ان يرمى حجرا على سياره مره بالطريق الرئيسي دون ان يقع قطع الطريق. هذاك الكل علاش تلامذتنا ومعاهم مربينهم معنا من هذاك علاش كان الاعتصام سلمي وحضاري بين ظفرين معنا. ومن وقتها بقات لجنه حمايه الثوره هي اللي في الاول تسير الضيعه هذه، ثم من بعد اسسنا جمعيه حمايه حجم والى الان نسير الضيعه هذه. كنا نحن هم الفكره في حد ذاتها، يعني من اللي بدينا في المدرسه هذه الصغيره مدرسه الوسعيه وبعدها في الليسي سكوندير، وهذه ما حسينا باللي تم حاجه ثقافيه ما تعملتش تنجم تتعمل. على فكره حتى كنا نمشوا لدار ثقافه دار الشباب سبيتله في واحنا كبيات ما لقيناش بالضروره النشاط اللي نشوفوا عليه ولا حاجتنا به. كيما حبيت نتعلم العود في فتره معينه ما لقيتش استاذ نتاع موسيقي نشط في دار الشباب. يعني الحاجه للفعل الثقافي كانت معنا من الاول، وبدينا من
من 90-91 ننظموا في خارجات عشاق الطبيعة الجبل السمامة ونكامبو ونعملوا نوي بلونش في واد الديار اللي هو توا ولوا مكامبين فيها جماعة أخرين. بعدين بدينا من 2001 في يوم الجبل كان معنا هشام رستم وسيد أحمد سنوسي اللي يرحمهم الزوز سون دي كوفونداتور للفكرة. هشام رستم كرجل مسرح وأستاذنا وسيد أحمد سنوسي ولد السرس وشايف على حكاية الجبل تعبر عليه. بعدين بعد يوم الجبل اللي حضر فيه دي فوتوغراف فرنسي عمل دي كونكور دي فوتوغرافي مع برنار فوكون مع ديني دايو سيدريك دوردوفيك بدينا نخدموا على عيد الرعاة. سيتي لا بروميير اديسيون 2011-2012 بشوية بشوية وحوالي فكرة عيد الرعاة بدينا نخلقوا في شوية فضاءات على الرقوبة كما قبل مسرح الفلاقي عملنا سيني جبل في المجن بتاع عثمان اللي هو هداها لنا نشاطنا فيها مدة. جبل تسكر واللي عملنا مسرح الفلاقة بارتيغ دو 2016 على الخط بتاع المنطقة العسكرية المغلقة وخدموا الشوانتية اللي هم كانوا يعملوا في القبيون والطوابي بتاع تبعين الغابات. مسرح الفلاقة واللي هو مقابل تحت الجبل بالضبط الحقيقة هو يعني فيه الوجدان بتاع الفكرة ولا جناز وتقابلنا وبين باللي في الحقيقة مانيش محتاجين مركز ثقافي راهو يعني الثقافة يمكن مانيش محتاجة مركز. والشباب كان ديما يعمل في البريك دانس وإحنا كنا ديما نغنوا مع الرعاة ما كناش محتاجين 100% المركز. يعني مرات الثقافة مش محتاجة الفضاء بل بالعكس محتاجة للا فضاء يعني سنو تولي لا ثقافة. ديما خايفين معقدين من الفضاء الثقافي الكلاسيكي دونك عملنا رياكسيون بعد ريفليكسيون ما نحبوش ثاني نتيحوا في تقولش علينا عاملين مركب في يعني في مفهوم الخايب يعني السلبي او من سهنا حاجه ربحنا من سهنا مثلا ما ينجموش يبقوا قاعدات الرواقيب والحكايات. ديجا فقنا لقينا رواحنا باللي مع الوقت ثم حاجه في الفيش بتاع المركز ما خدمناش عليها برشا وحضور المراه الريفيه لكن بعيد على الفولكلور بتاع التنميه الريفيه. بالحق هم من سهنا والوجو يتلموا وعاملين تويزه ولما مزيانه وديجا مرات جيت تلقى كان نسى حتى من غير خدمه من غير ورشات ومن غير مهرجانات ولو اجلات تجي من هك وذي تجي من هك وذي 3 كيلومتر وذي 2 كيلومتر ولينا ولو عاملينها حلقه. هذه نشوفوا له من المكاسب المعنى اللي بال سوربريز اللي وقع ويمكن تخلينا نحب الفضاء هذا عشان ديما نحبوه يكون عنده معنى من خلال ضروره وجوده ولا لا ضروره. معناها ما كانش ثم ماء كان في الأصل يجينا الطمي وحتى كي خضنا المعركة معناها وإحنا نحطه في التكتيكات حبينا نوسعه من جبهة الأصدقاء وحطينا العركة معناها على قاعدتها الوطنية لأنه بالنهاية معناها كما مثلا الأمازون هو رئة أمريكا أو خمير هو رئة هذا الوطن معناها رئة تونس معناها وكان معناها كان ثم نداء معناها قلنا من ينتصر معناها لتونس ومن ينتصر لماء تونس ولبيئة تونس ولرئة تونس ها هي تونس معناها تنهشها معناها ذباع المال. كان لا خيار لنا إلا الثبات على أرضنا والنضال من أجل أنه معناها نفرض غلق المقطع معناها بإرادة شعبية وكتبنا حتى في لافتاتنا قلنا راهو المقطع مغلق بقرار شعبي وخذنا محطات نضالية معناها دامت لمدة حتى 3 سنوات وهز هو معناها الجرافات متاعه وغادر المكان. إما أنه هما يهزوا الحجر هذا يقتلعوا البشرة باش ينهبوا الحجر معناها إما أنه البشر معناها يستميت في الدفاع في على حقه الطبيعي وحق معناها ناضل عليه الإنسان منذ فجر التاريخ. فسيدتي تلقي روحك معناها في عركة وجود مام حتى المصطلحات وما حتى اللي عشته أنا وحسيته أنا قلنا راهو هذا معناها اجتثاث حقيقي للإنسان من أرضه معناها عمرها معناها رغم الغبن والثابت
أنه اللقب هوادي يعيش في الأرض ذي اللي ما اللي يفوت 300 سنة. رو ثم شروع في القتل الجماعي، رو ثم تهجير قصري، لأنه هو بالنهاية وبش تصور وبش نثبت أنا، وأنه هو ما في وقت من الأوقات خدم لي أشهر من أجل تدمير الماء، لأنه يعني نحن ما عندناش ماء، عندك العيون هذيك، فلما ضرب هو واحد العيون هذيك رخت جبدت شوي ولت تخرج في تربة معناها كور إترانجي، معناها هذا مثلا تربة كحلة تربتنا نعرفها، تجيب لك تربة أخرى هي اللي هي التربة هذيك معناها من الكارير صل قطعك الشرايين واحد، معناها يقولي ما عاش ثم ماء، ما عاش ثم حياة، باش تمشي الناس هذي باش هو يقدم باش تصور، معناها لأن الجبال هذي الكل وتوا كتاب تحط الوسط البلاد زاد تراها معناها هي جبال بيضاء كلها مكسوة بهذا النوعية، معناها بالنوع هذا متاع الحجارة معناها بالحجر هذا، فتحالف سلطة المال مع سلطة متاع دولة طبقية معناها تكرس البقالة الأقوى معناها بمنطقة، طبيعي أنها تكون معركة معناها صعبة. المعركة دامت مدة وما زالت، لأنه أنا أعتبر معناها أنه المعارك هو في أنا معناها معركتي في علاقة بالكارير هو في خلق بدائل لهذه الحجارة. من بين القواسم المشتركة بين هذه التجارب الثلاث وجود شخصية على رأس كل واحدة منها لها نوعا من الكاريزما والحضور والارتباط بالمكان والبيئة اللذين تتحرك ضمنهما، جعلها تحظى بإجماع تلقائي ومكنها من لعب دور المحفز والمنشط أكثر منه دور القيادي بالمفهوم التقليدي للكلمة. احنا كما قلت لك احنا ساعات ما ناخذ قرار الا ما نعمل اجتماع عام في ساحه عامه في جمنة، والعديد من الشباب اللي اليوم معناها يدافعوا على تجربه جمنة، والعديد من الشباب اللي مستعدين غدوه باش نسلموا لهم المشعل وباش يواصلوا بنفس المسار، مقتنعين فعلا ب علاش شافوا على عين الواقع معناها ان البنيه التحتيه في البلاد تغيرت، شافوا على بالممارسه انها حتى الزواولة والفقراء والمساكين لقوا مصلحتهم في البلاد في الجمعيه هذه في الضيعه هذه. عندنا تقريبا 26 ولا 27 طالب اللي ياخذوا في منح جامعيه شهريا من فلوس الجمعيه من فلوس الضيعه هذه. المهرجانات الثقافيه اللي تقع في نفزاوي بشكل عام قاعدين نساهموا فيها، كما قلت لك مدارس الطفل المتوحد في قبلي وفي دوز، في دوز اعطيناهم مبلغ من المال يسهم به في قبلي سنتين متتاليتين، احنا اللي نخلصوا في الكريم تحت المدرسه، لو لم تكن جامعه حمايه واحد جمنا يمكن راهي تسكرت المدرسه تحت الزوتيست في قبلي. وهات معناها منظمات وطنية، يعني كي نحكي لك على الرابطة على الأقل عايش هذا معنا اللوكال متاعنا احنا في الرابطة، لو لم تكن جمعية حماية وحد جمنا ما كانش يستصلح بالشكل اللي هو عليه اليوم. معناها الناس طالبة مواطن شغل، وهذا اللي وفرناه، كانوا يشغلوا في 14 خدام بين زوج مستثمرين، اليوم ولنا نشغلوا في 150 خدام بصفة دائمة وتقريبا 150 حتى لل 200-250 موسمي. تجربة كما هذه ورت العكس انها هي تعطي للدوله مش الدوله تعطيها، ما تستنى في حد شيء من الدوله. اليوم المرابيح نتاع الهنشير هذايا ولا تمشي للمواطن ولا يراها في ولده في المدرسه. اليوم وقت اللي يرى الحاجات هذيك ويرى ولده متفرهد يجي للتاجر يلقى السوق كيما هكاكا مغطى وسلعته محفوظه وامور منظمه وكل شيء، وما ثمش واحد ينجم يقول الهنشير هذا راهو متاعيني ولا المرابيح راهو متاعيني. الجفاف الذي اكتسح الواحة نتيجة تشح المياه وسوء التصرف في الموارد المائية ليس حكرا على جمنة بل شمل جميع واحات المنطقة. في هذا السياق انتقلنا إلى منطقة الاعتلات من ولاية قبلي لمحاورة السيد عبد الباقي مقداد أمين مال الجمعية المائية بالاعتلات. بالنسبة للهنشير الاعتلات تأسس عام 87، كنا في الأول عندنا 3 أبار ارتوازية عندنا خدمة وطرف، معناها سنوات قليلة مش ياسر نقصنا الماء، طلبنا بعين سخونة، أعطونا عين سخونة في 2008 جتنا العين سخونة. الهنشير بصراحة من كان في نص بدي في نص آخر، يعني واحد من نحكي لك عن روحي القطعة متاعي كانت في الفترة هذيك كانت تصور في 4-5 ملايين، وقت جت العين سخونة وصلت حتى وصلت 17 مليون. العين هذه العمق متاعها 2.5 كيلومتر
في البدايه نتاعها تعطي في 160 ما بين 160 و180 متر في الثانيه، الفتره الاخرى نتاعها وصلت حتى 120 متر، لكن الاستغلال نتاعها احنا ما عرفناش كيف نستغلوها. 120 متر حلينها كل المي، احنا ماشي في بالنا بان اقوالنا مي واكثر اقل دوره وكذا، العين ماهاش متجدد المي نتاعها، معناها شنو المي حابس. بطبيعه تحل انت 120 متر في عود باش تزيك انت 10 سنين، اذا كانت تحلها 60 تكفيك 60 متر باش تزيك 20 عام. في 2008 في 2018 اخر 2017 2018 تملحت العين، الخل كله نتاعنا القلوب نتاعها كل يبست مالت بكلها، معناها الحل ما لقيناش وقاعدين نتخبطوا وحدنا. والله قلت لك مش مره مش زوز مش الستاهر كجمعيه وحات جمنا بارك الله فيهم، والله ثم مره سلفونا ومحوموش علينا. التجربه من الاول راهي فرضت من وال تنموي جديد، لان كل دوله عندها خصوصياتها وعندها مواردها وعندها كذا، على الاساس هذاك يلزمنا نخدموا. احنا اليوم في تونس كما تعرفوا الناس الكل ان راهو 500,000 هكتار عندنا، 500,000 هكتار اراضي دوليه ماشي قاعده تنتج خارج الدوره الاقتصاديه. وتجربه جمنا اثبتت ان املاك الدوله هذه قادره انها باش تغير المنوال التنموي الفلاحي، قادره انها باش تطور الفلاحه، قادره انها تعمل برشا حاجات، وهذايا اللي طالبينه. لكن راهي وزاره الفلاحه في تونس لازم تكون وزاره سياديه، ويلزم تكون الفلاحه على راس الاقتصاد التونسي. اذا كان مش بالشكل هذايا تونس راه مش باش تبدل فيها حتى شيء، لا الاقتصاد الخدماتي باش يقدم لها حاجه، ولا الاستثمار الاجنبي باش يجيب لها جديد. وهنا شفنا احنا من الاستقلال لليوم واحنا نجروا ورا المستثمرين، نرحبوا بالمستثمرين، نعطوهم كل الامتيازات، نحلهم في الاداءات. اش صار بعد الثوره؟ المستثمرين كلها هربوا. في الحقيقه بدينا المره الاولى كانت اكثر حاجه خممنا فيهم الصغيرات، خدمنا لي تروبادور على اللي فاب دلا فونتين، وكي جات بحذانا لي سبات بنوت لا سيركاسيان بلج اللي هي فونداتريس دو لاكاديمي دو بروكسل دي زار دو سيرك، جات في افتتاح سنتر ورجعت بعدين قالت نحب نهدي ورشات للشباب في فن السيرك. لو بروجي تي سمامه في سون سيرك، لقيت الاولاد بدنيا يعني في فورم كيما نقولوا مع التمارين، ويعملوا في البريك دانس يعني حاضرين باش يتاقلموا مع تمارين السيرك. وبدا في الحقيقه عملنا خمسه ترابوسات جو معاها دي سيركاسيان بينيفول ايطاليان فرونسي بلج دانوا. الادوين جات الازمه الصحيه وتكسر الريتم شويه. ايفيدمون افيك لي جون بريك دانسر وي اون بوفي بارلي ان فرونسي او ان انجلي، مي سيتي افيك لي ميوزيسيان برجي افيك ليكيل اون دوفي بارلي افيك لي جيست. C'était très intéressant aussi de collaborer avec ces deux réalités très différentes, parce que les bergers, ils sont porteurs d'une tradition très ancienne, ils sont vraiment, ils incarnent leur terre dans ouais. leur musique. Ouais. Les jeunes aussi, ils sont de ce même village, mais ils ont un regard vers l'Occident, vers l'hip-hop, vers le rap, le breakdance. Le fait qu'ils puissent travailler ensemble, pour nous, c'est très intéressant. هما جابوا لنا حاجه جديده نحنا ما نعرفوهاش، جابوا لنا كاميرا بودكاست حاجه ما نعرفوهاش كيف هانتي انا دوب ما جابوا لنا مدام امنه واسامه وريم هيك هانتي كل فهمتها كل مدام امنه خذت ثلاثه فوتو واسامه وريم خذوا ثلاثه بودكاست. هانتي انا مشيت الفوتو قالوا لنا خيروا، هانتي انا خيرت فوتو خاطرش نعرف راهي بودكاست ما نجمش ما عنديش معاه، غيرت فوتو كل شيء، بديت نخدم على فوتو بدوم النهارين الويلة بدينا يعلموا فينا كيف يشدوا كاميرا وكل شيء. عادي هي حاجة باهي دخلت راسي كاميرا. بودكاست ما نعرفوش وشنو هو أصلا، مشينا معاهم وبدوا معناتها يفسروا لنا فيه كيفاش أسامة وريم،
لقينا رواحنا معناتها الافكار اللي حشيتهم بها هم لقيناها نحن عندنا نجمو نخدموها فيسع فيسع، واعطيناهم برشا افكار وخدمنا عليها وخدمنا برشا برشا معناتها، وقدينا بودكاست طيارة على اللف. تمشيو للمركز؟ هاي انت تمشي للمركز شنو ولا ايش تعمل ايش تعمل؟ نترين ترين شنو؟ كونغ فو. عندكم غادي مدربة؟ هاي جو ديري كو Wissam, Ayoub et Hicham, ceux qui sont dans, qui ont été dans la photo, ils nous ont, on était épatés, on était ébahis par ce qu'ils ont pu réaliser. Et aussi le fait de tout simplement laisser la liberté à ces jeunes-là de faire de la photo juste parce qu'ils veulent faire de la photo, comme les autres jeunes à Tunis ou partout dans le monde. Il y a ça aussi en fait, déjà, si dans la vie quotidienne, ils ont un appareil photo qu'ils peuvent récupérer aux autres, prendre des photos, les mettre sur Instagram, déjà c'est gagné. C'est Mam, du pays des bergers, de montagne qui a été dangereuse pour le terrorisme, mais que Adnan Helali, avec son travail, et cette rencontre culturelle avec beaucoup de pays, il a converti dans une montagne de paix et d'échanges culturels. Pour moi, l'expérience, comme j'ai dit, a été très enrichissante. J'ai connu d'artistes de tout le monde avec une haute qualité artistique, mais aussi humaine. Je suis touchée dans mon cœur par toutes les expériences vécues et je m'emporte à mon pays ces vieilles chansons de berger que c'est comme un dialogue entre les flûtes et les chanteurs ou bien chanteuses. C'est vraiment émouvant. Quand tu écoutes ces chansons, tu imagines la montagne, la nature, la terre, et c'est une connexion très forte avec les racines, avec la terre, et ça on ne doit pas perdre, parce que qui perd les origines perd l'identité. معكم المجموعة هذه اللي هي فيها برشا بلدان شاركوا في عيد الرعاه دنيارمون خدموا على التراث الجبلي بتاع القصرين. المجموعة هذه اللي معاهم رعاة سمامة حبيت نقدمها لكم شكون فيهم. معنا كريستيان رويز من الأرجنتين. أستر فارغا من إسبانيا. فرناندو سانشيز من المكسيك. دافيد جيتوريتس من الشيلي. نياز هونزاي جينا على الكرسي المتحرك نتاعو من هونزا من الباكستان، فنان كبير. نياز هونزاي أسس أكاديمية متاع موسيقى في الجبال اللي فيها إرهاب، وأسس فيها أكبر أكاديمية متاع موسيقى في الباكستان. يعني حكايته مع الموسيقى حكاية مقاومة، حكاية حياة مش حكاية تسلية. ومعنا برنار كوترو من بلجيكيا، وبطبيعة الحال معاهم رعاة سمامة اللي باش تشوفوا هو اشتغال الآخر الموسيقي الآخر على تراثنا نحن. يعني مجوش فقط باش يعرضوا تراثهم، وتو باش تشوفوا التفاعلات موسيقات العالم مع الركروكي ومع العبيدي ومع التروقات متاع جبال القصرين. لا
يعني هنا الريزيليونس هذه نجم نثمنوها مش فقط بالغناء، مش فقط كي نحكوا على الأكلة ونحكوا على الألوان، كان الجانب العلمي موجود ونجم نبنوا عليه برشا مشاريع كما احنا وحدة التقطير تو ان شاء الله نطوروها، بدينا بتكوين النساء في التقطير ونسيت غير مبرشة بالتقطير، ويمكن اكثر حتى من الصناعة التقليدية اجوا يحسوا رواحهم كي يخدموا مع الطلبة ويولوا يوروا في الطلبة، يجونا الطلبة نتاع الفاكولوسيونس ولا الباحثين في البيولوجي، مرات عجل احنا عندنا وحدة تقطير وفي اللي فاكولتي سمعت بلي ما عندهمش يعني وحدات تقطير حتى في الفهم أقسام بيولوجيا، نسي يحسوا رواحهم هكا يحسوا كل الفخر بأنهم تعلموا حاجة علمية، ما نبقاش ديما نحكوا معاهم كطيب الكوجينة ولا شد السداية، تمرين عادي يحبوه لكن الجور واحم أكثر في التقطير والنباتات ويخدموا مع مدام مونيا مناعي، حسوا رواحهم في أجواء أكاديمية شيخوا عليها، ونحن يعني الطب الشعبي موجود بطبيعته وهو بول الفيتوثيرابي. هذا مثلا فلاح هذا كان عنده 40 صندوق نحل مشيه جر نحل كان يعيش من العسل وجر الدب راح وجر مشيه ما عادش تسقيه ما عادش وما عادش ندير شويه خضره دب راسه مع الوالي ودبت الدنيا كله مشيت حبس الدنيا كلها كاك لا جرح بس لا خضره حبس مع من يزرع وتياكل ولا عاد معنا الناس تتفرض حتى في الماء تتلقى الماء تشرب ومعنا وتخسر حالتها هذا كل نحت نقعد نلقى بالعشرين بيدون ثلاثين بيدون أربعين بيدون نحن والعباد خاطر المجتمع ياسر نحن ندور الفوق برشا بل كانت قوية تو مسخانة هذايا الميقل والبيدون يدي بربع ساعة بعد انت كيجوا عشرة من الناس بربع ساعة الساب يدير التالي يقعد لليل معاش يعبي وغيره 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 تخليها كاكا بلك نضيع الوقت داري ما نوصلش نخدمها هوايش مربيت ما نوصلش نخرجهم ناس رحباهم نوكل في القرط تو المين نهز هذاك نزيد نكت منه بدون الهوايش باش يشربوا تعبين ياس لو جاء الماء موجود ومعدين لهنا كي نستهلك حتى نتاع سونيت نتاع سونيت باقي نخلص نستفادني ونخلص جيني 70 ولا 100 ولا اللي هو نخلصها نستفادني واذا بها ما فيهاش ماء المشروع هذا من الثمانينات الدفعة الأولى الدفعة الثانية الدفعة الثالثة ما ثم شيء أما هاني الناس الكل زاد قاعدة على أهبة معناها وقت اللي تشوف معناها يرجع التلك كالعادة تزيد تخوض معناها جولة أخرى معناها شكل تختار شكل نضالي وتعارك من أجل حقها في الماء الناس معناها الحق لأنه فرغت ثم حركة حادة نتاع معنا هجرت الناس معنا مشيت للمدن ومشيت معنا تنجم تتصور انت حياتي بلاش ماء معنا هذا في جانب اخر هنا نحاولوا نحن معنا الناس الكل خاصة الشباب نحاولوا معنا نخلقوا واقع اخر سواء في علاقة بالماء معنا بطرق إلى حد ما بدائية حاولنا نعملوا محرك ونجيبوا الماء العركة الأخرانية ثم مستثمر قطري القطري ماخذ ملعب الصولجين هذايا ويزقي بماء سونيد معناه يزقي في الغازون فكتبنا لافتات كبيرة كتبنا الماء لملاعب الصولجين والعطش للشعب الجيعان وهبطنا معناها قرابة الألف معنا هبطنا على سجينة اقترحت أنا أنه نمشوا قدام الوتيل ونهدد أنه إذا كان ما كومش باش تجيبونا معنا باش تسرعونا في الأشغال متاع المهر أنا باش نجو نسكنوا لنا في الوتيل معنا فمعنا إما أنه تسرعوا معنا هذا ما يسمى احنا نصدروا الأزمة خلي السلطة والقطري يتفاهموا معناها هم في بعضهم تو يجيبوا الحل احنا هم نصدروا الازمه وكانوا النساء هم اللي في المقدمه وانا الحاجه اللي معناها فرحان بها برشا هو انه المراه هنا فاعله ومشينا قدام الوتيل لاسيغال
كانوا حتى اغلب معناها النساء ما يعرفوش ما شافوش معناها اول مره يشوفوا معناها الزون تورستيك ويشوفوا الغازون ويشوفوا معناها كيفاش احنا باش نموتوا بالعطش وهو يسقي في الـ في الـ في الغازون. كانت معناها جوله قويه برشا وجابوا معناها لمونا الحاكم من الجهات الكل معناها نقول لك انا مئات نتاع باقات ونتاع اما ما كلمنا حتى واحد وما دخلنا في حتى. و الشكل الجديد هو انه ما عادش نمشوا الاداره لانه مثلا شنو اداره معناها معتمد او حتى في اسم مفعول ما عندهم يقدم معناها ريال مو معناها المعتمديه او مركز ولايه او ما عندها ما ما ما, ما, ما تعتبرش نقطه باش انت تضغط معناها لانهم هم ما يخدموش معناها يلزم واحد يبدل شوي ويحاول يشوف النقاط اللي يتقلقها. الفكرة هي أساسا معناها مشروع ثقافي واللي باش يجي مثلا باش تجي بشيراز بن مراد باش تعلم الصغيرات كيفاش يشدوا الكاميرا وكيفاش يصوروا وكيفاش وستنشئوا مثلا نادي نادي سينما في منطقة هكا في الهويدية معناها باش يبدا عندها زادة وين تنجم تعمل نهارين وتقعد وترتاح وهي في حد ذاتها تعمل سياحة معنا وتقدم خدمة للصغيرات وين وادي للفلسفة وللغات ولغيرها معنا المسرحي مثلا اللي باش يجي يقدم معنا مسرحية معنا باش يلقى فضاء. الفضاء هذا فيه جميع النباتات كل شيء ومدجنة عندي بلاصة معنا باش نعملها مدجنة فيه طيور فيه الخضروات الكل الغلل اللي جا معنا عندي أنا وزيد الزرعات وهو معناه استقلالية غذائية وزاد الصغار كي يجوا يتعلموا واش معناه التراب واش معناه الأرض واش معناه. أنا باش يتسمى باسم حبيبتنا لينا البروجي لأنه يعني في علاقة بلينا معناه ثم معناه هي كانت باش تجي لهنا للهويدية معناه حقيبة السفر نتاعها معناه كانت حاضرة وتوفت فهذا هذا هو امتداد لينا والروح لينا. أبي هلا ساعدتني يجب أن أعد ملفا عن الماء وتنقصني المعلومات الماء هو الحياة. ونهاية فإن رصدنا للمواقع التي مرت منها ثورة بمعنى عدم انتظار حدث يقلب معطيات الحياة رأسا على عقب بين عشية وضحاها لا يقتصر على الأماكن الثلاث التي أتينا على ذكرها وإنما لحسن الحظ هناك العديد من المحطات والبؤر الأخرى وإن اختلفت أشكال نضالها وأماكن تواجدها نذكر منها باقتضاب شديد الموفما أو حركة شباب أريانا إحدى أهم الحركات الشبابية منذ الثورة والتي استطاعت في وقت وجيز أن تصبح نقطة إشعاع في منطقة رواد. نوماد زيرويت الجمعية التي تعنى بقضايا الماء والبيئة والفلاحة والدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية للمهمشين. مكتبة لينا بن مهني بحي بوسلسلة المرسى لصاحبها حميد بن عيادة سجين سياسي سابق من جماعة برسبكتيف وقد تحولت إلى نقطة تجميع الكتب لتزويد مكتبات السجون والمناطق النائية وتوزيع الكتب مجانا على شباب الحي. مقهى ليبرتي بحي لافايت والذي تحول إلى أجورا تناقش فيها الأفلام والعروض الفنية بأنواعها. مسارب وهي جمعية ثقافية تركز على العمل مع الأطفال والشبان لنشر ثقافة الصورة والسمع البصري في المناطق المهمشة. جمعية البحار التنموية بجرزيس وقد عرفت فضلا عن مهمتها الأساسية في حماية البيئة البحرية والثروة السمكية وحقوق البحارة بمساهمتها في إنقاذ أرواح العديد من الحراقة في عرض البحر وانتشال ذثث ضحايا الهجرة السرية. وأخيرا تحركات الأقصاب والأخوات بسليانة من أجل الحق في الأرض والتشغيل.